السلام عليكم. في الحقيقة هذا يوم مشهود بالنسبة للجمعية المغربية الشمالية لمرضى السيلياك، ومحطة من المحطات اللي كتخدم عليها الجمعية خلال السنة من خلال التواصل مع أولياء وأمور الأطفال المصابين بمرض السيلياك. في الحقيقة كانت هذه فرصة أن يجيوا الأطفال يلعبوا وينشطوا ويقضيوا النهار يعني رفقة العائلة ديالهم، الأمهات ديالهم، الآباء ديالهم. هي فرصة للتواصل معهم، وأيضا هي رسالة إلى الأولياء الأمور أن هذا المرض إذا كان هو مرض صعيب يعني من ناحية التغذية وعنده رجيم خاص وشاق في نفس الوقت، هذا لا يعني أن الأطفال ممكنش يستمتعوا بالأيام ديالهم، اللعب، الدراسة إلى آخره. فكيبقى هذا مرض يعني جميع الأمراض الأخرى فقط يحتاج إلى رجيم وإلى عناية لكي يكون الطفل في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف. وأيضا حتى الكبار اللي هما مرضين مرض السيلياك يعني يحسوا بأن المجتمع كيستقطبهم، والمجتمع يعني كيتعامل معهم على أنهم أناس أسوياء وأطفال أسوياء، بدل ما أن الأطفال يبقوا في عزلة، لأن طيلة السنة هو كياخذ القفة ديالو، كياخذ المؤونة ديالو من المدرسة، وكيحس بأن الأطفال يعني كيختلفوا عليه من ناحية ديال الأكل. فهذا كيبقى زاوية محدودة بالمقارنة مع مناحي الحياة اليومية اللي ممكن يعيشها الطفل يعني بشكل عادي. وشكرا للجمعية المغربية لمرضى السيلياك في مدينة طنجة، وأيضا الشكر الجزيل لمؤسسة جوجولاند اللي تحتنا هذه الفرصة باش أن هذا الأطفال ياخذوا وقتهم الكافي من اللعب. وشراكة مع المؤسسة كنشكروها جدا على التواصل ديالها مع الجمعية، وإن شاء الله نضرب لكم موعد آخر فرصة مقبلة إن شاء الله بنفس المكان. ديال الذكرى المسيره الخضراء وعيد الاستقلال، فغالبا ما كنعملوه بمناسبه هذه الذكرى باش كنجيبوا الاطفال ديالنا اللي هما عندهم مرض السيلياك يلعبوا ينشطوا يحسوا براسهم. راه ماشي مدون الاطفال الاخرين، بالعكس راه مزيانين. اذا كانت عندهم واحد الحميه اللي هي مغايره فحياتهم عاديه، فهو نظام غذائي مبدل. وبالعكس حنا كنجيبوا لهم الوجبه ديالهم كامله اللي هي خاليه من الجلوتين، وكنستدعيو اطفال اللي هما ما فيهمش المرض وكياكلوا معاهم داك الوجبه الخاليه من الجلوتين، باش داك المشاركه وداك مريض السيلياك كيحس براسو راه الماكله ديالو شي حاجه مزيانه وراه مطلوبه. والفرحه اللي كندخلوا على الاطفال وعلى والديهم، لان الوالدين فاش كيجيو وكيشوفوا هذا الفرح ديال الاطفال ديالهم، هذيك فرحه ما كتقدرش بتتم. ومن البهجة ومن السرور على أطفال اللي هم أعضاء ديال الجمعية، وبالتالي كيحسوا بأنهم هنا في هذا المكان أنهم جسم واحد، أنهم يد واحدة، أنهم قادرين على تجاوز المرض، قادرين على تجاوز المعاناة. كيتولد عندهم إحساس بأنهم ماشي بوحدهم اللي كيعانيو، ماشي بوحدهم اللي مريضين، وإنما الحمد لله كاين تعازر، كاين الدعم، كاين الصحبة الجميلة لا مع بعضياتهم هما كأطفال،
ولا معنا حنايا كمؤطرين وكمشرفين على الجمعية. نقدموا الشكر الجزيل للساهرين على إقامة هذه الأنشطة من الطاقم الإداري والطاقم التربوي، ونشكرهم على هذا النظام المحكم وهذا الروح وهذا الجو الأسري. كان زوين نهار استمتعنا فيه اكثر ما عاوننا، هو نهار تجمعنا حنا والناس والاصدقاء بزاف، لقيت شي وحدين شحال ما تلاقيت بهم، وصراحه كانت فرصه كبيره باش نلعبوا في لعب مع شحالنا ما لعبناهم. داز مزيان، الاطفال فرحوا وبدلوا على الروتين، ما كاينش شي اختلاف اذا انت قناعتي بالمرض ديالك وجاك عادي وحتى حاجه ما كتبدل.